جامعة شقراء حراك علمي وبحثي متميز أساسه مواكبة الأولويات التنموية والمجتمعية لتعزيز وإثراء فهمنا لهذا العالم واستحداث حلول لأهم ما يواجهه من مشاكل وعقبات بخبرة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وبدعم من عمادة البحث العلمي. عمادة البحث العلمي تقدم عمادة البحث العلمي الدعم اللوجستي والمادي اللازم للباحثين ضمن برامج تمويل المقترحات الموجهة والبرامج والمكافآت التحفيزية بما يتواءم مع استراتيجية الجامعات البحثية والأولويات الوطنية. رؤيتها الالتزام بالتميز البحثي لتكون الجامعة قائدا محليا وعالميا في أبحاث تخدم الصالح العام وتوائم الأولويات الوطنية. ورسالتها تعزيز مراكز التميز بتهيئة مناخ ملائم للتعاون بين الباحثين والشراكات ودعم استقلاليتهم بخلق بيئة مناسبة للتطور والمساهمة بدعم الأبحاث النوعية بأهداف واضحة لتأسيس بنية تحتية بحثية وتوفير أسس التعاون مع القطاع الخاص والعام بما يعزز مكانة الجامعة ويحفز الباحثين على الإنتاج العلمي مع المحافظة على المتميزين منهم وتسهيل مهامهم البحثية. حققت جامعة شقراء نتاجا بحثيا جيدا عددا واستشهادا خلال الأعوام القليلة الماضية بزيادة ملحوظة خلال العامين الأخيرين، مما يعكس التحسن الكبير في مخرجات الجامعة البحثية وزيادة أثرها. وما هي إلا البداية بخطى ثابتة ورؤية وأهداف واضحة تتسق مع خطة الجامعة الاستراتيجية لتضع عمادة البحث العلمي بصمتها في سبيل تحقيق المستهدفات الوطنية ورفع المؤشرات التنافسية للمملكة العربية السعودية بصفة عامة والبحث والابتكار بصفة خاصة.